المياه هي الحياة. تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير إمدادات المياه لمتعامليها وفق أعلى معايير الجودة التوافرية والاعتمادية. لضمان حصولك على إمدادات المياه بصورة مستمرة، عليك الالتزام بالمواصفات التي حددتها الهيئة، ومنها أن تكون خزانات المياه والتوصيلات الداخلية وفق المواصفات التي حددتها الهيئة، مع ضرورة عدم التوصيل المباشر من خط المياه الرئيسي دون توصيلها بخزان المياه. أن تكون سعة خزان المياه كافية لتزويدك بالمياه لمدة 24 ساعة على الأقل. صيانة خزانات المياه بانتظام لضمان جودة المياه وتجنب حدوث انسدادات. تجنب استخدام مضخات إضافية بعد عداد المياه، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث عطل في العداد. إذا كانت جميع التوصيلات في المبنى متوافقة مع معايير هيئة كهرباء ومياه دبي وحدث انقطاع في المياه، تأكد مما يأتي. تحقق عما إذا كان المصدر الرئيسي للمياه في المبنى مغلقاً، وقد يكون ذلك بسبب إجراء عمليات صيانة، أو أن أحدهم أغلق الصمام الرئيسي أو أحد الصمامات الداخلية بطريق الخطأ. إن كان المصدر الرئيسي مغلقاً، يرجى التواصل مع إدارة الصيانة في المبنى. أما إن كنت تسكن في فيلا، عليك الاستعانة بسباك متخصص. تحقق ما إذا كانت مضخة المياه تعمل بشكل سليم. إن كانت لا تعمل، يرجى التواصل مع إدارة الصيانة في المبنى. أما إن كنت تسكن في فيلا، عليك الاستعانة بسباك متخصص. إذا اتبعت هذه التعليمات ولازلت تواجه انقطاعاً في المياه، يرجى الاستعانة بخاصية الاستجابة الذكية في تطبيق الهيئة الذكي. اتباع الخطوات الموضحة. لمزيد من النصائح والإرشادات حول سبل ترشيد استهلاك المياه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي www.diwa.gov.ae. سعادتكم أولويتنا.